أستاذ محمد، فيما يتعلق بالطرف الآخر المناهض للانقلاب العسكري والمناهض للنظام الحالي، نظام السيسي، أين دوره من هذه الحملات، من غيرها من الحملات التي يمكن أن يقال بأنها تواجه السيسي أو تواجه النظام القائم الآن في مصر؟ والله المعارضة الحقيقة متفككة وضعيفة ودي وجهة نظري، لكن هم بيحاولوا أن هم يطلقوا بعض المبادرات. يعني مصر أطلق مبادرة الاستخبارات دي وكان ليها الحقيقة صدى كويس جدا. المعارضة بتحاول، لكن برضو أنا شايف أن المعارضة المصرية ليست على المستوى المطلوب. نعم أستاذ محمد، حتى حملة الصفارات أطلقها إعلامي الأستاذ معتز المطر في النهاية، وطبعا يعني في شيء بشيء يذكر طبعا كل التضامن مع الأستاذ معتز المطر فيما حدث له من قبل السلطات الأمنية التي اعتدت أو داهمت منزل والدته المسنة ذات 66 عاما. طبعا كل التضامن مع الأستاذ معتز المطر، كل رفض لما يحدث من قبل هذه السلطة الغاشمة التي لا تفرق لا بين صغير ولا كبير ولا بين رجل صحيح ومرأة. تفضل أستاذ محمد. أيوة فندم، هو زي ما بقول لحضرتك، أنا بشوف المعارضة كلها كجزء واحد سواء إعلام أو سياسيين. الحقيقة لما بشوفها كلها كجزء واحد، هي كلها منظومة واحدة بتسعى في الآخر لإسقاط هذا النظام اللي يعني بيتصرف الحقيقة بأساليب يعني اقل ما يقال عليها انها حقيقيه. لكن استاذ محمد، يعني غير الاعلاميين، هناك برلمانيون موجودون، كانوا موجودين في برلمان الثوره، هناك سياسيون، هناك قيادات في احزاب، في حركات، في تجمعات وغيره. والله الحقيقه هم لم يعني احنا ما شفناش منهم اي حاجه. انا اللي كنت اقترحت فكره، مش عارف مع حضرتك او حد تاني، اللي هي فكرة حكومة الظل. وساعتها حضرتك سألتني هل في حد من السياسيين اهتم، هل في حد اتكلم عن الموضوع ده. الحقيقة السياسيين ما اهتموش، هم مشغولين بصراعاتهم الداخلية، لكن الممثل خالد أبو النجا الحقيقة تبنى الفكرة وعرضها، عشان هو طبعا عنده عدد متابعين كبير جدا على تويتر. والحقيقة الناس شفنا بقى ان فعلا الناس محتاجة ان المعارضة يبقى عندها جهة تمثل الشعب المصري بجد وتعبر عن الشعب المصري بجد. حضرتك بتقول الفنان خالد ابو النجا تبنى الفكره. استاذ محمد. بالضبط، وكتب عنها وردود الافعال الحقيقه كانت حقيقه قويه جدا في ظل تخاذل السياسيين اللي هم يعني موجودين الحقيقه ما بيعملوش اي حاجه، يعني غير ان هم بيتخانقوا مع بعض.